السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بعرض جزء من برنامج معلم مدرستي الرقمي الذي لا زال تحت التطوير. هذا الجزء يتعلق بإدارة الواجبات اليدوية الإلكترونية في البرنامج، وذلك بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة التعليم والتعلم الإلكتروني من خلال أتمتة العمليات الروتينية التي تأخذ وقت المعلم، وجعل تركيز المعلم ينصب على دوره الأساسي فقط، وتوفير أيضا أدوات ذكية وسريعة ومقننة لتقويم الطالب، وكذلك استكمال دورة الواجبات والمهام التعليمية من خلال توفير تغذية راجعة تتضمن توصية المعلم والبرامج العلاجية بطريقة تفاعلية، وأخيرا توفير إحصائيات وتقارير فورية وسريعة تتيح للمعلم وضع يده على مواطن القوة والضعف لدى مجموعة من الطلاب أو طالب معين. خلونا نبدأ باستعراض البرنامج. أول ما يفتح لنا البرنامج تظهر لنا أيقوناته، وأحد هذه الأيقونات هي أيقونة التنبيهات، وعليها عدد المهام التي على المعلم أن يقوم بها، ومعلومات هذه التنبيهات يتم جلبها آليا من موقع مدرستي، وأيضا ترحيلها آليا إلى موقع مدرستي أو أي موقع آخر مستهدف. لو نقرنا على هذه المهام للاطلاع عليها، نلاحظ هنا في عدة تصنيفات. من ضمن هذه التصنيفات للمهام هي مهام الواجبات، ندخل عليها نلاحظ هنا سرد لنا كل المهام التي نحتاج إتمامها، وكل ما تنتهي مهمة يتم حذفها من هذه القائمة. قسمت هذه القائمة أو المهام إلى مهام التصحيح والاعتماد والرفع إلى موقع مدرستي، وأيضا الإرسال إلى البريد الإلكتروني للطالب، وأيضا إلى دفتر أو صفحة الواجبات في دفتر الملاحظات للطالب. بالإضافة إلى ذلك يظهر عدد الطلاب الذين لم يحلوا الواجب ليستفيد المعلم من متابعتهم. يستطيع المعلم أن يفعل أو يعطل أي مهام يرى عدم جدواها. بعد ذلك ننتقل إلى ساحة العمل. بالضغط على أيقونة الواجبات تظهر لنا قائمة وفيها التصحيح والمقصود فيها ساحة عمل الواجبات والتنزيل والرفع إلى منصة مدرستي والبريد الإلكتروني ودفتر الملاحظات بالتيمز، وكذلك حساب المعدلات. لو ضغطنا على تصحيح تظهر لنا نافذة مساحة عمل الواجبات. ساحة العمل مقسمة عندنا إلى قائمة الواجبات وأسماء الطلاب وتفاصيل الواجب والواجب نفسه. نأخذ على سبيل المثال، لاحظ هنا نزل لنا الواجب بشكل آلي للطالب من منصة مدرستي، وهو عبارة عن واجب مصور، واجب يدوي. هنا تظهر لنا بيانات الواجب، الدرجة الكاملة والدرجة المستحقة والمكتسبة والتقدير الراجع التي سجلها المعلم، وكذلك اعتماد الواجب، وبالأسفل البرامج العلاجية ويتم ربطها مع كل واجب. أما القسم الآخر ففيه واجب الطالب وأدوات التحكم بهذا الواجب، يستطيع المعلم تعديل وضعية الواجب، تحريكه بالشكل، وأيضا يستطيع إضافة التعزيزات الرمزية إذا احتاجها والتحكم فيها، أو التعزيزات الكتابية لو احتاج مثلا. كذلك أداة القلم، نختار القلم، نختار لونه، نختار الحجم، الريشة، وأيضا أدوات الأشكال. هذه الأدوات توفر المعلم التصحيح بكل يسر وسهولة، يستطيع أيضا التراجع عن أي خطوة قام بها أو حفظها. بعد ما ينتقل المعلم إلى طالب آخر يستطيع مرة ثانية الرجوع إلى نفس الطالب والتعديل بكل سهولة.
بإمكان المعلم أن يستفيد من الأدوات اليدوية في تصحيح الواجب، أو أنه يكتفي بالبيانات الأساسية وعكسه على الواجب بشكل آلي بحيث تظهر في المنتج النهائي. للاطلاع على المنتج النهائي، سيكون المخرج النهائي على شكل صورة أو PDF، أو أخذناه على شكل صورة، لاحظ تم إعداده بشكل تلقائي وآلي. لو عدلنا على الواجب مثلا، اخترنا هنا التغذية الراجعة، يستطيع المعلم إظهار قائمة بعبارات التغذية الراجعة والاختيار منها. لو مثلا اخترنا هذه العبارة، وأيضا بالأسفل اخترنا أنه يحتاج برنامج علاجي، وحددنا البرامج العلاجية التي يحتاجها. بمجرد الحفظ أو الانتقال إلى طالب آخر ثم العودة إليه، سوف يتم إعداد المنتج النهائي بشكل آلي. لو رجعنا مرة ثانية إلى المنتج كصورة، لاحظ الآن تم إعداده بشكل آلي، ونزلت لنا التوصيات الجديدة، وبالأسفل ظهر لنا البرنامج العلاجي، وتم تضمين وصلة البرنامج العلاجي في المنتج النهائي لتقرير الواجب. لو ذهبنا إلى PDF بنفس الطريقة، تم هنا إدراج الروابط لينتقل الطالب مباشرة إلى وصلة البرنامج العلاجي بالضغط عليه. نرجع مرة ثانية نعدل هنا. نحفظه، نتأكد أنه رجع صورته الطبيعية. هذا بالنسبة للواجب المصور. لو انتقلنا إلى واجب صوتي، يوجد بالأسفل لوحة المعلومات والإحصائيات، هنا عدد الطلاب الذين حلوا الواجب، هنا الذين لم يحلوا الواجب. يستطيع المعلم الضغط على أي قسم ليتم فرز الطلاب، هنا الطلاب الذين تم التصحيح لهم، هنا الطلاب الذين لم يصحح لهم، بالضغط عليه يظهر لنا الطلاب فقط الذين مصحح لهم، ليساعد المعلم على سرعة الإنجاز، وهنا المعتمدين. هذا إحصائية. بالأخير يوجد عندنا هنا متوسط مستوى الطلاب في هذا الواجب. لو أردنا إحصائيات أكثر دقة وشمولية، ننتقل إلى التقارير. يوجد قائمة بأنواع التقارير. لو أردنا متابعة مجموعة من الطلاب، نختار التقرير. بعد ذلك نحدد هل الكل أو فصل معين. يظهر لنا هذا التقرير فيه أسماء المهارات وأداء كل طالب في هذه المهارات. لو اخترنا مثلا تقرير فردي، حددنا طالب معين، أصبح الآن التقرير أكثر تحديدا ودقة لهذا الطالب، يوضح فيه اسم الواجب وأيضا مستوى الطالب، هل سلم الواجب أم لا، والدرجة المكتسبة، وأيضا التغذية الراجعة والبرنامج العلاجي. البرنامج العلاجي هنا يوجد فيه رابط، يستطيع الطالب من خلال استلام هذا التقرير على بريد إلكتروني أو في منصة تيمز من خلال دفتر الملاحظات، الضغط على هذا الرابط والانتقال مباشرة إلى البرنامج العلاجي. لو اخترنا الإحصائيات بالكل، يظهر لنا تقرير بإحصائية عامة عن مستويات الطلاب بشكل عام، وأيضا على مستوى الواجب الواحد. يستطيع المعلم من هذه الإحصائية أنه يحدد المهارات التي تحتاج تركيز أكثر على الطلاب فيها. بعد أن انهى المعلم تصحيح واجباته، نريد الآن أن ننقل أو نرفع هذه الواجبات إلى المنصة وإلى البريد الإلكتروني وأيضا إلى دفتر الملاحظات بالتيمز. بالنسبة للمنصة يوجد 3 خيارات لرفع تصحيح واجبات الطلاب. الخيار الأول أن يتم الرفع تلقائي بشكل مباشر بعد كل طالب. الخيار الثاني بعد الانتهاء من تصحيح الفصل. الخيار الثالث أن يتم الرفع بشكل يدوي من أيقونة التصحيح من القائمة الرئيسية، وذلك بالذهاب إلى القائمة الرئيسية ثم نضغط على أيقونة الواجبات، بعد ذلك رفع، ثم نختار المنصة. أما الإرسال إلى بريد إلكتروني ودفتر الملاحظات فيتم من خلال أيقونة الواجبات، بعد ذلك نضغط على البريد ودفتر الملاحظات تيمز.
نختار نوع المهمة التي نريد إرسالها، مثلا تقرير واجبات. بعد ذلك نحدد الطلاب الذين نريد إرسالهم، سواء كانوا الكل أو بعض الطلاب. بعد ذلك نضغط إضافة، فيتم إرسال كل تقرير طالب إلى قسمه الخاص في دفتر الملاحظات بالتيمز. لكي نطلع على شكل الإضافة، نذهب إلى دفتر الملاحظات، تظهر أسماء الطلاب في دفتر الملاحظات. تم إضافة قسمين لكل طالب، القسم الأول بالواجبات والقسم الآخر تقرير الواجبات. لو أخذنا الواجبات، افترضنا الواجب الأول، تم إرسال الواجب الأول بشكل تلقائي، بياناته، بعد ذلك صورة من تقرير الواجب، وأيضا ملف PDF تفاعلي بالواجب. وأخذنا واجب آخر، تم إدراج البيانات، وإذا كان في برنامج علاجي يتم إدراج وسائطه بشكل آلي، وأيضا إدراج صورة من تقرير الواجبات، وكذلك ملف PDF تفاعلي. هنا ضغطنا عليه، بعد ذلك تنزيل ثم فتح. هذا هو الواجب. يستطيع الطالب الضغط على رابط البرنامج العلاجي والانتقال مباشرة إلى البرنامج. وبنفس الطريقة بتقارير الواجب، تقريرنا كامل، وبالأسفل يوجد ملف PDF تفاعلي، نعطيه تقرير كامل أي برنامج علاجي. ويستطيع الطالب من خلال التقرير الانتقال إلى البرامج العلاجية بشكل مباشر. كذا انتهينا من عرض الواجبات في برنامج معلم مدرستي الرقمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.